السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة أعرف دينك في كل أنحاء العالم، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فضائل الدعاء. كلنا نفسنا تعبانة، يتعب جسدي يتعب روحي، كلنا نفسنا أن ربنا ياخدنا في رحمته وفي كنفه. دعاءنا النهاردة دعاء جميل جدا، النبي كان بيقوله في أذكار الصباح والمساء على طول. تعالوا نقول الدعاء ونرجع معك. اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. رواه أبو داود وأحمد وحسنه الألباني. شفتوا قد إيه دعاء كلنا محتاجينه ودايما بنقوله في أذكار الصباح والمساء، ان احنا ربنا ما يكلناش لنفسنا طرفة عين. عايزين تكلنا كله عليك يا رب، عايزين كل مقصدنا ليك انت وبس يا رب، عايزين استعانتنا بيك انت وبس يا رب. عشان كده سيدنا ابراهيم لما ألقي في النار جاله سيدنا جبريل قال ألك حاجة؟ قال لا، ان كان منك فلا، ولكن حسبي الله ونعم الوكيل. يبقى احنا بندعي في ذاتنا او بندعي في دعائنا ان يفضل دعائنا كله توكلنا واستعانتنا وامرنا كله موكل بايد مين؟ ربنا. وان احنا ربنا ما يكلناش لنفسنا طرفة عين، لان لو كلنا لنفسنا طرفة عين هلكت. انتوا بتشوفوا دلوقتي الناس اللي عايشة لنفسها وبنفسها واخده هواها إله، وصلوا لإيه؟ بيوصل لقمة الغنى وقمة الشهرة وتلاقيه مات منتحر أو مات مقتول أو في خناقة أو خد جرعة مخدرات زيادة، عشان ربنا سابه لنفسه، سلط نفسه عليه، سلط شيطانه عليه. فإحنا دعاءنا دوت دعاء جميل، إحنا مسلمين صباحا ومساء لازم نقول الدعاء ده، ولو نسيت انت ذكر غيرك. حتى انت لو نسيت في يوم من الايام وانت بعتت الفيديو لحد او حتى قلت له الدعاء ده على الفيس او على الواتس وهو قاله، خدت الثواب زيك زيه. ليه احنا بنستخسر نعمل شير للحاجات الاسلاميه والدينيه، وعادي قوي نفضل ننشر فيديوهات الباطل والايه؟ احنا عندنا في قناه اعرف دينك 2.5 مليون مشترك، تخيل المشاهدات بتاعتها كبيرها قوي 50-60 ألف، ولو زادت تبقى 500,000 كل كام شهر. ليه؟ اللي يخلي واحد بيغني فيديوهاته توصل ل 160 مليون مشاهدة، والقنوات الدينية عامة غير اعرف دينك مشاهداتها نازلة؟ عارفين ليه؟ عشان انا وانت وغيرنا ما بننشرش الفيديوهات الدينية زي ما اهل الباطل قاعدين. احنا مكسلين نبعت مثلا الفيديو او المقطع لأي شيخ عامة مش لازم يعرف دينك لكل اصحابنا على الواتس. عندك 50 صديق 100 صديق مشترك في 5-6 مجموعات، ابعت لعل وعسى واحد يسمع الدعاء اللي انت بعته له او المعلومة اللي انت اديتها له يعمل بيها، تكون سبب في دخولك الجنة وسبب لنا في حسناتنا. مع الحسنات هترجع لك وهترجع لي وهترجع لكل اللي تسمعه. النبي قال بلغوا عني ولو آية، بلغوا آية واحدة اللي تقدر تقوله قوله. لازم كلنا نكون دعاء، مش شرط نطلع على المنابر. انت كمهندس داعية في شغلك ادعي الناس لله، يلا عشان نصلي، يلا عشان نعمل النهاردة مش عارف عندنا كذا، في زيارة مريض، في صدقة جارية، ادعي. مش شرط الدعاء على المسجد، والله احنا احتقرنا الدين داخل المسجد وبس. انت في شغلك داعية، انا في شغل داعية، السباك في شغله داعية لما يتقن عمله، اي مهنة داعية في عمله. يا ريت تكون الرسالة وصلت، ويا ريت ننشر الخير عشان خاطر نقل شوية من الفساد اللي في مجتمعنا، لعل الله يهدي حد على ايدك انت. تعال نقول الدعاء تاني ونرجع نختم معاك. اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. رواه أبو داود وأحمد وحسنه الألباني. خلص الكلام، أشوفكم على خير إن شاء الله في حلقة جديدة ودعاء جديد من برنامجكم فضائل الدعاء. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ومشاركة الحلقة من باب الدل على الخير كفاعله. وآسف على انفعالي، ولكن بجد أنا شايف أهل الباطل انتشر
فسادهم وانتشر فجورهم، واهل الحق قاعدين في سكناتهم مش عارف مستنين ايه. دمتم في رعاية الله وامنه. سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم، مع قناة اعرف دينك.